السلام عليكم. في فيديو جديد في قناة وصفات سوسون. وصفة تاع اليوم راح يبداينا، راح نديرو طومبيلة تاع الغرب الجزائري. انا راح ندير لكم زوج، راح ندير لكم واحدة تاع الشرق، ان شاء الله نجيبها نيشا ما يزعفوش نيش تاع الشرق، راح ندير لكم تاعنا تاع غرب الجزائري. الاولى صحة مولودكم، صحة عواشيركم، كل عام وانتم بخير. كثروا من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، شفيعنا يوم القيامة. نبداو على بركة الله. هنا البروميير مو جيب لها سيرفيات. بسم الله. هنايا عندي كيلو تاع سميد يكون وسط ولا متوسط، وعندي كيلو تاع مارغرين وكيلو تاع العسل. لازم كيلو باش تخرج لكم شابه. هنا بروميير مو ندير، هنا نفوتها في الصفايه باش ما نلقاوش هذوك دي فوا نلقاو حاجة هاكا في السميد ولا أنا قاعدة من هنايا فوتها باش نربح الوقت بالخا. واش نواسي ونحكموها كيما هاكا، نلموها، نكونو مغليين الماء، نديروها في الكسكس ونغطو عليها بالبلا، ويكون الماء يغلي نحسبو 10 دقايق ونطفيو عليها، نخلو هذا السميد تاعنا يبرد ونعاودو نحمصوه نورمال. في حاجة تكون ثقيلة كيما طاجين ولا مقله تكون ثقيله، ليسونسييل تكون حاجه ثقيله باش السميد ما ينحرقناش. غير نحمصو خلوه مابا ساعه يبرد، ومن بعدها نكملوا لاغوسات تاعنا. وهنايا بالنسبه للمارغرين ولا اللي ما فهمش الكيلو، حنا نديرو 500 في 500 معناتها كيلو في كيلو، باش تجينا باش تبقى ناطريه وتجينا ثاني يد ما او ميم طون، ما تجيناش ما تجينا يابسه وما تجينا جاريه. لازم نعطوها حقها، لازم تعبروا سمين العسل والمارغرين باش تعرفوا روحكم ملاتكم تخرج شابه. انا لهنا نفور سميد من بعد نرجع نكمل معكم لا وسحت. هنا جاتكم بعد ما حمصت السميد، وهنايا درت دهان العسل يذوبوا. هنايا هكا دافي لازم ماشي يذوبوا، نقصوا الكاز يكون امتيفو. وهنايا راه دافي دافي العسل والدهان والسميد راه بارد. بسم الله نبدا نزيد في السميد غير بشويه ونحرك. كي يكون السميد بارد ولا السلو دهان دافين راح تقعد لكم مطريه وتجيكم بزاف شابه. نبدا نزيد غير بشويه نحركم. نزيد غير شويه حتى نكمل كامل السميد اللي عندي. كيما قلت لكم العبر اللي عطيتوكم راح يجيكم سوا سوا. هنايا نبدا نخلط. نزيد نكمل شويه تاع السميد اللي بقات لي، وهكا واش نواسي نطفو عليها الغاز ونخلوها غير شويه بس ما تجمد لنا غير شويه روحها، ونرجع نكمل معكم لا ديكوراسيون تاع الطمينه. ان شاء الله تكون فهمتوا كيفاش درت لها. وهنا هي الطمينه بعد ما كملت كيما شفتوني خليتها غير 10 دقائق قد ما ريحت لي، ماشي نقعد بزاف ليا. انا نحوسوا عليها تكون شويه حكمه روحها. هنايا المول هذا تاع السيليكون راح نستعمله، درت هنا دهنته بشويه تاع الزيت نعمر فيه الطمينه، نعطيها بيان باش تاخذ لي داك الشكل تاع المول سيليكون. ما حبيت ندير حاجه جديده قرفه توجور هذوك توجور لو ميم، حبيت ندير ديكور جديد حاجه جديده بلاطوش تاعي. خليها نعمل خليها شويه تسمح لي كما هو.
انا نجيب لاسيط اللي راح نخدم فيها. نتوما خليوها شويه طول في البول. بسم الله راح تحبط لكم فاسيلمون كي يكون المول فيه الزيت. ندزها شويه للوسط. هنا عندي بوغ لا ديكوراسيون عندي هنايا هادو لي فاي خدمتهم بعجين لاباطا سوك عجين السكر، وهنا خدمت الفلور، وعندي هادو شو سي با كيفاش يقولو لهم هادو لي ياكلوهم نورمال يجيو في لي كاتو سبيسيال لي كاتو كي تروحو تشرو عند لي يبيعو كلهم يعطوكم هادو جو سي با لي دراجي ولا. هنا نبدا بروميييرمون بالوردة مادامها راهي شويه ميم طمينا هذه الطريقه اللي درتها لكم مش راح تجمد لكم وتجيكم شي شابه. نسقوه هنايا شويه هذا الكيرتون ان شاء الله الغذاء تكون تبان. نجيب الكبار هما الاولين نحبطهم شويه هنايا زيت ندير كات ربع كبار نزيد هادو صغار هنايا هكا. هنا ندير هاد الصغار اللي كيما قلت لكم هنايا نزيد هادو صغار ديرهم اي لا بغا يجو شويه من الفوق هكا. هنا شويه لا بغيتو حاجه تجيكم شابه شويه لا بغا نتعبو عليها ليسونسيال هذيك الريزلت. هنايا هادو واش نجي هنايا هكا بلاصي دوك هما بشويه يسقو فيهم باسكو هي مزات شويه جيريه كيما قلت لكم راني سي نفهم ونعاود. بسم الله هكذا نزينو ليكم حبة وحدة أخرى خدمتها درت لها شوية ديكور درت لها هادو. ها نتوما لي تعجبكم حبة ديرو فكرة تاعي حبة تبدلو. أنا حبيت ندير حاجة جديدة تكون لاباتا سوك كيما هاكا ونتوما هنايا الشكل اللي عجبكم محبيتوش ديرو الشكل تاعي ديرو أي حاجة تاعكم ليسونسيال تكون حاجه مام حتى نتوما تكونوا قادرين ديروها اللي عجبتها فكره تاعي ديرها اللي ما عجبتهاش لا انا نكمل حبات اللي عندي ونرجع نخدم معكم الدوزيام تاع الفرينه ونحمص الدوزيام تشوفوها كيفاش راح نخدمها ان شاء الله تكون هذه الفكره عجبتكم. نرجعت لكم في الدوزيام غوسيط معنا اللي راح هي الطمينه تاع الفرينه والحمص مطحون. هنا عندي كاس تاع حمص مطحون هنا حمصته هنا عندي كاس لي بودر ثاني حمصته لازم يكون شي حمص باسكو ما راح ندير ولا فوق الاخر لا والو مش حاطين. هنا عندي كاس تاع فرينه ثاني محمص كاس ماغارين ولا زبده ولا درجه حراره المطبخ وعندي نص كاس تاع جلجله وواصل من كاس حتى كاس ونص. هنا مش غنعطيكم على حسب ما تربط لي. بسم الله عندي الحمص هو الاول نزيد معاه الحليب بودر فرينا بحمصه كلشي كامل لي هنا زدت قرصه تاع ملح. هنا قلت لكم درت كاس حمص مطحون كاس فرينا وكاس حليب بودر ونص كاس جلجلة كامل محمصين باش يجينا بنان. نخلطهم بيان وزدت لهم قرصه تاع الملح سيو نحلوهم. نجيب مارغارين ولا زبده ولا كاس كاس
سين دخل المارغرين كامله هنا في هذا هاد المواد جافه نبسسها بيان. انا اللي هنا نبسسها ونعاود نرجع نكمل معكم الوصفه. هنا نبدا نزيد في العسل الباقي بشويه نشوف هذا الى قومني الى ما قامنيش نزيد شويه. ما عندي كاس وشويه قربه هنا لاش تخاصني نزيد شويه بس ما تلمنا حتى الريحه راه فيها ما نحكيلكمش. بسم الله حنا تبعي سيبو ما عادش خاصها العسل باسكو بدا تلملي. نلمها نديرها في لاسيات ونعاود نرجع نكملها لكم. هنا بعد ما كملت ودرتها في لاسيات هنا جبت هادو لي بونبون يا حبيبان هنا راح نجيو خدمي كيما نقولو حنا نديرو كيما هكا. انا نحن صغير شويه باش راح نكثرهم بالمربعات. نتوما الا درتو كونتيتي كبيره كبروا، انا درت غير كونتيتي صغيره. هنا واش نجيب نجيبو هذا الاخر تاع خدمي هذا الظهر تاعه ونديرو كيما هاكا غير كيما هاكا ندخلو غير الراس تاعه كيما هاكا تاع الخدمي راس الخدمي نديرو كيما هاكا نعاودو نرجعو جهة الزاوجة نديرو كيما هاكا ان شاء الله تكونو فهمتوني هاكا. نعاودو نديرو ربع اشكال ونجيو لهنايا بين هادي وهادي نبلاصيو هكا. هنا نكمل الحبات اللي عندي نرجع عفوا نكمل التزيين تاع لاسيات ان شاء الله تكونوا فهمتوا بالك تكملوا هكا. ها ربع تخرج لكم هذا الشكل. وهنايا نديكوري بهادو الحلوى تاع الشوكولا نكملها في الطاول وعاود نرجع باردون نرجع نوريها لكم في طبق التقطيع. وفي الاخر هذه هي الطمينه اللي درتها معكم تاع الغرب. هذه اللي درتها في المول تاع سيليكون تاع لاباتا سوك. شوفوا الشكل النهائي تاعها جد روعه ما شاء الله. وهذه طمينه درتها كلاسيكيه درتها بالقرفه حبيت ثاني ندير قرفه. ولهنا ثلاثه هذا اللي وريتهم لكم السام اللي حاب يدير ليطغاج اللي يدير مكسرات ترجع لكم. انا حبيت ندير حاجه سامبل واحد ما يكلفش روحه بالبزاف باسكو هذه مناسبه مش تاع ماهله هذه مناسبه تاع واحد يدعي ربي الرسول عليه السلام ما يحبلاش التبذير وما يحبش بزاف كل واحد يدير قيسه قيس جيبه. وهذه تاع اللي درتها لكم بالفرينه والحمص مطحون هذا. وهنا ماما صحت لي الفوت اللي درته هو مش تاع الشرق الجزائري هذه تاع مروك وما في الغرب الجزائري يديروهم. مي حنا في المنطقه تاعنا ماشي معروفه في الغرب الجزائري ماشي معروفه هذا الطمينه بزاف تاع الفرينه اكثريه يديروها في المروك. وبالمناسبه هدرت المروك نتمنى لكاع لي ماروكانيين نعرفهم عواشرهم الشعب المغربي كامل نتمنى لهم عواشركم كامل مبروكين. وبالاخص حبيبتي ام سلمى نوجه بزاف نقولها حبيبتي ربي يخلي لك سلمى وربي يحفظها لك ان شاء الله بالمناسبه. وان شاء الله عواشركم مبروكه وكل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحه والهنا وباي باي. ان شاء الله تاني تجربوهم وينالوا الاعجاب تاعكم. ما تنسانيش بجام اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. باي.